عسلامة بيسيو. سلامة. لاباس عليك؟ الحمد لله ساعد. قدم لنا روحك. استاذ تعليم ابتدائي مدارس ابتدائيه متقاعد وحاليا. مرحبا بك حذانا. حابين نحكيو على تراجع جوده التعليم العمومي في تونس. التعليم في تونس تراجع منذ سنوات طويله ليس الان. والسبب ان الحكومات المتعاقبه لا تريد اصلاح التعليم. والمشكلة الثانية أن الوزراء لا يبقون مدة طويلة في الوزارة لكي يثبتوا الفاعلية ويتمون برامجهم. ثاني حاجة التعليم تراجع لأنه لم يعد مصعد اجتماعي. التعليم قبل في عهد بورقيبة كان مصعد اجتماعي، الناس تقرأ باش تولي أساتذة أطباء يخدموا العائلات يكونوا، وكان المعلم والأستاذ له قيمة حتى على المستوى الدخل، كان دخله. لكن نجي بورقيبة في الستينات وطالب من أسرة التعليم التضحية، وبالتالي أصبحت أجورهم متدنية، وذلك ما ألجأهم إلى نقول لتيد وكالبيعات الأخرى. أسباب تراجع التعليم هو أول حاجة المناهج والبرامج. مناهج قديمة عفى عليه الزمن، برامج متاع السنوات خلت لا تنفع التلميذ والطالب. وثاني حاجة هي الحلقة الهامة في التعليم هي المؤدون، يعني المعلمون والأساتذة لا يختارونهم حسب الكفاءة بل لسد شغور اجتماعي. بطال تعمل مناظرة تفضل قري، وإغلاق دور ترشيح المعلمين. المعلم يلزم يعمل استاج ويقري، ما يجيش من القهوة يمشي يقري. فما منها هكا؟ يعني فما شكون ماهوش مختص يدخل يقري؟ انت هاك الكابيس وكل المناظرات معناها من الطلبه من جميع الاختصاصات، من الاداب من العلوم، يعملوا مناظره ويمشي يقري من غير ما يتعدى التكوين. نحكي على التكوين، مش يبون نحكي على التكوين. ولا زاد واحد عمره 45 عام 50 عام اش مازال فيهم يقري، وبالتالي لا يمكن ان يعطي. ثاني حاجة أن المستقبل يراه الطالب والتلميذ يراه غامض، يراه غامض، وبالتالي لا يريد أن يتعلم. صحيح. حسب ما ناخو أرى التلامذة الصغيرات اللي عازفين عن الدراسة، أسباب العزوف عن الدراسة هو معناها المعاملة بتاع البخوف. يقول لي تعاركت مع بروف ولا المعاملة متاعه خايبة، ذاك اللي خليني نقص على القراية، صحيح هذا ولا؟ هذا موجود بكثرة. تعرفش علاش؟ أنا قلت لك من الأول يلزم أن يكون المدرس مختص. في فنلندا العشرة والعشرين أوائل الطلبة اللي ياخذوا معدلات كبيرة يهزهم للتعليم، خاطر بنين التعليم على قاعدة. إحنا قوانين التأديب تعرفي سبب دمار التلميذ من المدرسة لا يلقى حظه هو. تصور أنت مراهق يعملوا له مش تأديب، عبارة كان في محكمة ويخنقونه خنقا ويعذبونه. ها عرفتي معناها عبارة مراهق يعملوا كل محكمة، يعني ناخذوا بعين الاعتبار التلميذة نور اللي صار بينها وبين الممثل. تلك مأساة، تلك مأساة. رأيي أن أنت أستاذ، أنت مربي، أنت إنسان ناضج، وذلك في بداية حياتي. يجب أن يخطأ، يلزم يغلط المراهق باش يعرف إيش معنى الخطأ والصواب. تنصب له محكمة وتقطعه تقطيع، والمشكلة مش تقطيع مش لقضاء على المستقبل راهو. هذا مش تأديب، ضد مش تأديب نهائيا. تلميذ في حالة صغر وجدانين يمر بفترة صعبة، وكيفاش تنزل عليه؟ وياسر تلامذة كرهوا التعليم، ياسر تلامذة حطموهم للأساتذة، ومرات يحقدوا عليهم حقد دفين. كيف أنت كهل تحقد على طفل؟ كيف يجوز ذلك؟ فهمتي؟ هذا لا يجوز ذلك، بخلاف أن كما حكيت لك البرامج والتلامذة مع ياروا في الناس الأخرى 100,000 تلميذ كل عام راه يبطل من التعليم. 100,000. والغلطة الفاتحة الأخرى أن سكروا التكوين المهني. التكوين المهني راه كان ينشي ياسر تلامذة. العمومي؟ التكوين المهني العمومي، التكوين المهني العمومي سكروه. تعرف في المانيا اللي ياخذ
نتاع جيستيون ايكونومي، ياخذ برانش ولا يعمل فرحه في الدار، يمشي تكوين مهني ما يمشيش الليتر، لان ذلك هو مستقبل التكوين المهني اليدوي، هو مستقبل الناشئه، مش حكايه كذا. ونحن التكوين بتاعنا في التعليم بتاعنا في تونس خاطئ، بني على خطأ انت من جميع النواحي. وما شفتي حتى الغلطه المره فاتت في الكتاب، كان الكتاب العامك الغلطه في الكتاب، في الكتاب نتاع السنه الثالثه ولا الرابعه ابتدائي، هنا الناس تطبع في تركيا في الكتب وتجيبنا لتونس، وغلطه في الفرنسيه، غلطه كبيره، غلطه فاتحه، خاطر ما عادش تاليف، ما ثمش ثم مهندسين نتاع كتاب مدرسي، احنا عندنا مؤلفين مش مهندسين. راهي ثم حوايج في التعليم، جزئيات بسيطه وحساسه هي تخلق الفارق بين التعليم الجيد والتعليم الرديء. احنا في تونس شادين في الرداءه انت، والاصلاح ما يكونش اصلاح ظرفي، اصلاح اماكن بسيط، اصلاح شامل. التعليم كما الدار، التعليم كما الدار، راهي ما دام الصبه تعبه راك بلي تحسن الحيط بلي راهي تطيح. التعليم اصلاح ما يبدا من الاسفل. دونك كيفاش نصلحوا المنظومه التعليميه؟ نصلحوا التعليميه ان نغيروا المناهج هذيا، ونغيروا البرامج، وننقصوا من ساعات التدريس، ونعطوا اكل فراغات ياخذوها التلامذه كي نعبوها بالانشطه الفنيه، خاطر التلميذ راهو كائن بشري، ونعطوا قدر للتلميذ، ونعمل انفراستركتور نتاع المدرسه. شو مدرسه فيها ماء فهمتي، ما فيهاش حتى معناها نتاع دي تواليت، ونعطوا قيمه للاستاذ، ما خلوش يمد ايده للدروس الخصوصيه، اهانه ليه. راهي انا في العمر ما قريتش نهار خصوصيه، علاش؟ لان ليتيد اصعب حاجه في الدنيا، ليتيد راهي ليتيد مش تدريس في القسم، ليتيد تدريس فردي. نوعا ما حاجه اجباريه الدروس الخصوصيه. الدروس الخصوصيه اجباريه، علاش؟ لان المدرس لا ياخذ حقه في الاجره. تعرف فلسطين قداش ياخذ معلم؟ ياخذ 800 دولار يعني 2400 بالتونسي. الاستاذ تعليم الاعدادي ياخذ 3 ملايين بتوانسه، والعميد في الكليه في فلسطين ياخذ 10 ملايين تونسي. هذه فلسطين المحتله، محتله اسرائيل. احنا كي نعطوا قيمه للواحد، خاصة التكوين. التكوين المعلم لا يدخل القسم الا اذا مر بفتره تكوين جيده من مكونين اخصائيين متفقدين، خاطر تعرف الحلقه القوه، الحلقه القويه نتاع التعليم شنو هي؟ متفقدين. الباز نتاع التعليم متفقدين، لازم يسمع عليهم متفقدين، ناس مكونين خاصتهم ونعرفهم، ناس جبابره في البيداغوجيا. هذاك يطلعوا لك التعليم، لكن المتفقدين اللي مهمشتهم الوزاره وجايبه متفقدين على كيف هي. فهمتي؟ وترقية وكذا. اسمع، دولة تحب ما تحبش تعتني بالتعليم، لأنها لا تريد أن تعتني بشعبها. واللي يحب يعمل دولة قوية ودولة تنهض ودولة متقدمة، يجب أن يذهب بالتعليم أول شيء، أول شيء قبل الاقتصاد وقبل الدين كله، التعليم. فهمتي؟ وقف التعليم على رجليه، وقفت الدولة على بكلها بتم تميمها. يعطيك الصحة مسيو، خلي لك كلمة الختام. كلمة الختام معناها أي موضوع عام، موضوع عام. كلمة الختام أطلب من المسؤولين في تونس بصفة عامة، الجمهورية التونسية، أن يغلبوا الحكمة والعقل على المواجهات، لأن الشعب التونسي لا يستطيع أن يدمر مرة ثانية، لقد مل من التعذيب ومل من الثورات ومل، ولهذا نحب الحكمة الحكمة الحكمة. شكراً.